السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. اصدر وزير الداخليه اللواء ركن ابراهيم حيدان قرارا قضى بالغاء تشكيل اي قوات امنيه خارج اطار اللائحه التنظيميه لوزاره الداخليه في عدن. جاء ذلك في برقيه ارسلها حيدان الى مدير عام شرطه عدن مطهر الشعيبي والمحافظ رئيس اللجنه الامنيه احمد لملس. وكان شعيبي قد اصدر يوم امس قرارا قضى بدمج قوات شرطه الدوريات وامن الطرق بقوه اخرى تعرف باسم قوات الطوارئ والدعم الامني. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: الى متى يستمر هذا الصراع بين الحكومه والانتقال حول الملف الامني بعدن، وما التداعيات لهذا الواقع في ظل تواصل الاضطرابات الامنيه بالعاصمه المؤقته. مرة أخرى يعود إلى العلن الصراع بين الشرعية والانتقال حول الملف الأمني في عدن، إذ أصدر مدير أمن عدن أمراً إدارياً بناء على قرار اللجنة الأمنية التي يرأسها المحافظ لملس القيادي البارز في المجلس الانتقالي، قضى بدمج قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بقوات ما تعرف باسم قوات الطوارئ والدعم الأمني. لم تمر ساعات حتى سارع وزير الداخلية إلى إصدار توجيه إلى مدير شرطة العاصمة المؤقتة بإلغاء عملية الدمج ومنع تشكيل أي قوات أمنية خارج إطار اللائحة التنظيمية للوزارة. منذ سنوات ومدينة عدن لا تفارقها الاضطرابات الأمنية التي انتعشت مع تحكم تشكيلات المجلس الانتقالي التي تدعمها الإمارات بالأوضاع بالمدينة، خصوصا مع تكرار حوادث الاقتتال بين تلك الفصائل. وأمام مشهد الفلتان والفوضى التي تعصف بعدن، لم تفلح محاولات إعادة ضبط الأوضاع في المدينة التي باتت العاصمة المؤقتة للبلاد. مثل اتفاق الرياض فرصة لإنهاء الاختلالات الأمنية، إلا أن تلك الآمال تلاشت رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق وتعثر تنفيذ الشق الأمني والعسكري وسط اتهامات متبادلة بين طرفي الاتفاق وصمت الرياض راعية الاتفاق. ومع ذلك الفشل الذي راح ضحيته المئات، اضطر وزير الداخلية إلى مغادرة عدن وممارسة مهامه منذ قرابة عام من مدينة سيئون بحضرموت الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، كما انعكس ذلك الإخفاق سلبا على فرص انتعاش المدينة وحضور قيادة الشرعية لإدارة معركة مواجهة الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة. من الواضح أن الصراع في الملف الأمني بعدن يتطلب تحركا جادا لتوحيد الأجهزة الأمنية واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مسلسل الانفلات والفوضى في عدن. إذن أهلا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيوفي. سينضم إلينا مستشار وزير الداخلية سيد عبد الرحيم العولقي، وسينضم إلينا أيضا الصحفي صلاح السقلدي، وسينضم إلينا أيضا الكاتب والمحلل السياسي عمر بن هلابي. مرحبا بكم ضيوفي، وأبدأ مع ضيفي السيد عبد الرحيم. سيد عبد الرحيم، بداية مساء الخير. مساء النور عليك وعلى مشاهدين القناة وعلى الحاضرين معنا في هذه الحلقة. أهلا بك سيد عبد الرحيم. نتساءل برأيك، لماذا أصر الوزير على هذا القرار بإلغاء قرار مدير أمن عدن بمنع دمج أي قوات أو تشكيل قوات جديدة؟ بالطبع هناك في يعني لابد أن يكون هناك في التزام في الجانب الأمني والقوانين التي تتبعها وزارة الداخلية. نعم. فالقرار الذي اتخذه مدير أمن عدن هذا يتجاوز وزير الداخلية والحكومة، لأن لم يصدر قرار بهذا الشكل إلا بتوجيهات من وزير الداخلية، لأنه هو من يملك الحق في دمج قوتين مع بعض أو لأي توجيهات أخرى في شأن وزارة الداخلية. المشكلة معنا في عدن للأسف الشديد أن الأخوان في المجلس الانتقالي والأخ رئيس الحكومة معين لن يستوعبوا المرحلة السابقة من ما يحدث في عدن، ويعيدوا نفس الكرة ونفس المشاكل التي حصلت وسبقت بتشكيلات أمنية جديدة. نعم. تم تشكيلات أمنية أخرى في إطار عمل ليس عملها. النقدة التي يتكلم عليها وهي قائدها الأخ لبيب العقد الذي هو متواجد وكل أفراده في
منطقة لودر أبين وكذلك في شقرة متواجدة وتمشي حسب توجيهات وزير الداخلية السابق لحسم يعني لعدم حسم الملف الأمني في عدن. لن تدخل هذه القوات إلى عدن. نعم. عدن لابد من حسم الملف الأمني. لن يتم حسم الملف الأمني وهذا التساهل تسبب فيه في نظري أنا طبعا رئيس الحكومة. لأن الملف الأمني هو أهم ملف قبل الملف السياسي. إذا لن يكون هناك حسم للملفات الأمنية والعسكرية في عدن سيظل الوضع بهذا الشكل. مش من حق المحافظ ولا من حق مدير الأمن أن يروح يدمج قوات عسكرية مع أي قوات أخرى إلا بتوجيهات رئاسية أو من ذات الصلة وهي وزارة الداخلية. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي وأرحب هنا بضيفي الصحفي صلاح الصقلدي. سيد صلاح مساء الخير بداية. نعم مساء الخير وطيب الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك سيد صلاح، كيف تفسر هذه التطورات بعد توجيه وزير الداخلية لمدير أمن أو مدير الأمن بإلغاء دمج قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بقوات ما تسمى الطوارئ والدعم الأمني؟ بدون شك هذا يعكس تماما غياب الرؤية الاستراتيجية للحل السياسي في عموم البلاد. على كل نحن درجنا وتعودنا على مثل هذه القرارات والقرارات المضادة التي نراها. نعم، لكن برأيك هل سيستجيب مدير الأمن؟ نعم، أولا القرار هو مدير الأمن لم يقضي بتشكيل وحدات أمنية ولا يستحدث أي قطاعات أمنية جديدة، فهو قضى بدمج وحدات أمنية هي أساسا موجودة من قبل وجود مدير الأمن، ولكن القرارات التي نعرفها فإنها سرعان ما تنتهي عندما تحضر التفاهمات. فبالحديث وبالمناسبة بالحديث عن القرارات وزير الداخلية ومدير الأمن فنتذكر أنه نعم تقديم مطهر الشعيبي للمحاكمة في المجلس التعديلي، ولكن هذا القرار سرعان ما تم إبطاله. نعم، إذا ابقى معي سيد صلاح. مدير الأمن للإعلام. نعم هناك. اسمح لي دقيقة لو سمحت. نعم هو في مشكلة بالاتصال ولكن أكمل. نعم، ما يعيب على هذا القرار، قرار مدير الأمن إن كان هناك ما يعيبه عموما المحافظات الجنوب واختزلها بمحافظه ومحافظتين. الوزاره هي للاسف الوزاره عزلت نفسها وفصلت نفسها عن امن عدن تماما عندما تخلت عن وحجبت المستحقات التشغيليه للمحافظه، وبالتالي وجد مدير الامن نفسه بانه معزولا عن الوزاره، وان الوزاره ادارت ظهرها له تماما، وبالتالي وجد نفسه بين فعلا واستكمال القرارات الأمنية التي كان قد اتخذها من قبل منع السلاح ومنع الدراجات وتشكيل قوات أمنية محددة موحدة في النقاط العسكرية، وسوءها من الإجراءات التي أقدم عليها المدير الأمن، ومنها بالتأكيد تعيين مدراء أمن المناطق الأمنية ومدراء مراكز، وكان هذاك القرار صائب إلى حد كبير وخصوصا بأنه شمل كثير من التعيينات الجغرافية الجنوب كامل. فالمدير الآن هكذا بحسب ما فهمت أنه يحاول أن يدمج هذه التشكيلات ويلملم هذا الشتات، فتعددت التكوينات وتعددت بالتالي الأخطاء، وهو كان بالتالي مجبرا على مثل هذه القرارات حتى لم يكون هذا يرضي الوزارة. نعم، إذن ابقى معي سيد صلاح، سأعود إليك. أذهب لضيفنا الكاتب والمحلل السياسي عمر بن هلابي. سيد عمر بداية مساء الخير. مساء النور، حياك الله والأخوان الضيوف وكل مشاهدين. أهلا بك سيد عمر، كيف تفسر ما أصدره مدير أمن عدن وأيضا رد وزير الداخلية؟ بحقيقة بالواقع يعني ما قام به الأخ المدير أمن عدن مطهر الشعيبي حقيقة هو خارج عن القانون، وهو يعني انقلاب على وزارة الداخلية، هو وزارة هو يتبعها ولا يحق لها أن يصدر قرارات كهذه. الأخ اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية حقيقة هو رجل دولة، رجل نحن التمسنا عمله في سيوون، عندما انتقل إلى سيوون نظم كثير من الشؤون الأمنية في سيوون، بدأ تخف الانفلات الأمنية وبدأ يعد
عدة وزارة الداخلية ويعيد ترتيب الأمن في حضرموت، ونحن نشكره على هذا هذه الاحترافية في الإدارة. ولكن حقيقة العجز تتحمل حكومة شرعية التي يقودها معين عبد الملك. دكتور معين عبد الملك للأسف هو مجرد يعني صورة مشرعنة وبوابة شرعنة لما يقوم به ميليشيات الانتقالي في عدن، وهذه هي الأسباب الحقيقية التي حقيقة انفصلت. ولا كيف يرضى وزير رئيس وزراء أن يفصل وزارة الداخلية ويهم وزارة عن العاصمة، ولا يستطيع أن يجعل هذا الوزير يدير العمل من العاصمة؟ هناك خلل فعلي في إدارة الدولة التي يقودها معين عبد الملك، فتحت وأطلقت العنان لهذه الميليشيات ويعني ممثليها في عدن، سواء مطهر الشعيبي أو حامد الأملس أو غيرهم من يمثلوا هذه الميليشيات، الذين لا زالوا حقيقة يعيثون يعني فسادا في عدن. ما يندرج من قرار، وحقيقة يجب أن نقرأ هذا القرار لمطهر الشعيبي، هو فقط تجميع قوات الضالع لمواجهة قوات يافع. هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع. وما تنصيب الخيلي الذي كان مديرا لمكتب شلال والآن هو للطوارئ، وجعله على هذه القوة الموحدة التي ستريد أن تصفي حسابات مناطقية قبلية داخل عدن، ومن يدفع الثمن هي الدولة الشرعية وأبناء عدن الذين دفعوا من أمنهم وأمانهم. كان الأحرى بمطهر الشعيبي إذا كان يريد أن ينفذ قرارات، هو الذي قال بأن هذه القوات الأمنية في عدن غالبيتها من المخدرين ومن بياع المخدرات والمهرجين والإرهابيين. لم نره يطبق هذا القرار أو يعتقل حتى شخصا واحد من هؤلاء الذين تحدث عنهم. وإذا كان لا يوجد وكانت هناك فعلا لا توجد، فلماذا لا يخرج لنا ويصرح بأنها لا توجد؟ هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء بياعي المخدرات والمهربين الذي تحدث بنفسه عنهم لم نرى لهم صورة، والآن يدمجهم مع بعض لمواجهة تصفيات قبلية. ونحن نعرف أن ما حصل في جزيرة العمال مع صامد سناح، وما حصل قبلها مع النوبي في كريتر وغيرها، هذه تصفية مناطقية قبلية يدفع البلد ويدفع ثمنها أبناء عدن للأسف من أمنهم وأمانهم وخدماتهم. وأنا يعني أستغرب من صمت وعين عبد الملك المتواجد في عدن عن هذه الانفلات الأمني الخطير، وصمته عن ألا يسمحوا لوزير داخليته بأن يمارس عدد مهامه من داخل العاصمة، رغم أن هذا الوزير هو من أنجح الوزراء الذين رأينا عمله الأمني وعمله التنظيمي. وضحت الصورة. سأعود إليك سيد عمر، تكرم بالبقاء معي. أذهب مرة أخرى لضيفي مستشار وزير الداخلية سيد عبد الرحيم العولقي، ونتساءل سيد عبد الرحيم هنا، يعني ألا يعكس هذا واقع مدينة عدن واستمرار حالة الاضطراب الأمنية، وأن القوات التي تتحكم بعدن لا تخضع أساساً لوزارة الداخلية؟ طبعاً بالطبع، بس أنا أود أن أوضح أمر هام قبل أن أرد على هذا السؤال. للمعلومية طبعاً، الاتفاق الرياض، ومن أهم بنود اتفاق الرياض، أن الدوريات الذي يقودها الأخ لبيب بالعبد الذي هو منعه من دخول عدن، مفروض أنه يكون متواجد في عدن، لذلك تم منعه. يعني الملف الأمني سواء في وزارة الداخلية أو في الجيش لن يتجاوب مع ميليشيات المجلس الانتقالي وأتباعهم ومن يأمرهم في هذا الاتجاه. الأمر الثاني، من أعطاهم هذه الفرصة ومن تهاون بهذا الشكل أن يتعاطوا مع الأمر الواقع هي رئاسة الحكومة، رئيس ما يسمى معين، يعني الذي صار يتحكم في عدن وكأنه جزء من الانتقال ليس مع الشرعية. هذا يعني أكبر أخطاء الحكومة التي شكلت فيها. بالنسبة لعدن، هي قادمة طبعا كما ما ذكر الأخ على تصفيات مجاميع يافع من جانب آخر، والطالع وردفان والصبيحة، ستقوم في المرحلة القادمة عدن ستكون كتلة عسكرية من كل القبليات باسم الحزام الأمني، باسم القوات الأمنية، باسم العاصفة. كل جهة في عدن لديها قوة تحميها. المجلس الانتقالي ما يسمى الأمن حقه أو ما يوجه توجيهاته المباشرة هي العاصفة. الشلال يوجه ما يسمى إدارة الأمن. هذا الشعيب مجرد يعني في الصورة، يعني حاضر في الصورة، لكن شلال هو الحاكم الفعلي في عدن في الجانب الملف الأمني اللي ما يخص الأمن.
الاخوان في اليافع. طيب يعني هنا السؤال سيد عبد الرحيم، لماذا الشرعيه وايضا وزاره الداخليه صامتين كل هذا الصمت على واقع مدينه عدن وحاله الفوضى القائمه؟ الصمود ما يتحمله هو التحالف العربي بشكل اساسي ورئيس الحكومه معين عبد الملك، هم الذين المفروض ان ينظروا بعين العقل ماذا يحصل في عدن كل يوم، يتخذوا قرارات حاسمه. اتفاق الرياض واضح وصريح للجميع، لابد من حسم الامور بشكل واضح. لن تحسم الامور هذه اذا هم يعني راضين او هم من يريدوا عدن توصل الى هذه المرحله. ابناء عدن هم الضحيه بشكل اساسي. الميليشيات هذه اصبحت يعني تنتهك اعراض الناس في اراضيها، في املاكها، في حقوقها، اصبحت تقتل الاطفال، اصبحت تقتل الشباب، اصبحت تورد المخدرات، وهذا اكبر قتل لابناء عدن الى داخل عدن، وهذا باعتراف مدير امن عدن طبعا. الامن اصبح هو من يتنطق عن الناس، وهذا اعتراف من قائد الحزام الامني اللي هو الربيعي ومن مدير الامن. طيب اين الامن؟ اين الدوله؟ لا توجد الدوله اساسا في عدن. عدن قاعد تشابه بما كان في عام 90 مقديشو، عصابات متشكله من كل اطياف وتتقاتل فيما بينها لبين. اذا التحالف العربي بدرجه اساسيه والرئيس عبد الرب المنصور اذا لم يحسم هذا الملف في خلال الشهور القادمه، عدن ستكون هي الضحيه بشكل اساسي. اما بالنسبه للمحافظات الاخرى، ابيان، شبوه، حضرموت، شكل حاله افضل وارقى لان وجود الدوله فيها. وحسب ما قال الاخ زميل في حضرموت وشرع عن وزير الداخليه، عمل جهد كبير، وكذلك في عدن في عتق مدير الامن ومحافظ شبوه، يعني عملوا جهد كبير في امن واستقرار المحافظه. اذا الخلل عندما تكون هناك ميليشيات، عندما تكون هناك دولة. انظر أين الفرق؟ الفرق عدم القرار يكون لشخص أم يكون القرار لعدة أشخاص. وضحت الصورة. وضحت الصورة، يبقى معي. أذهب لضيفي الصحفي صلاح السقلدي وأتساءل هنا سيد صلاح، ما الهدف من يعني خطوة مدير الأمن بعدن بدمج قوات رسمية تتبع بالأساس وزارة الداخلية إلى فصيل جديد خارج إطار اللائحة التنظيمية للوزارة؟ سيد صلاح هل تسمعني؟ نعم، إذن سيتم معاودة الاتصال بالسيد صلاح مرة أخرى. وأذهب لضيفي المحلل السياسي عمر بن هلابي وأتساءل هنا سيد عمر، يعني لماذا تغض الحكومة الطرف على الأوضاع الأمنية بعدن والمتسبب في الانفلات الأمني رغم التداعيات السلبية الكبيرة الحاصلة في هذه المدينة؟ أخي العزيز، الحكومة برئاسة معين عبد الملك هي حقيقة ينطبق عليها إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرص. معين عبد الملك مهمة الحقيقية الآن هي شرعنة لهذا الانقلاب ولهذه الميليشيات المنفلتة في عدن. هذا ما اتضح له من عدم أولا حتى الوقوف إلى جانب وزير داخليته الذي يمثل وزارة مهمة للعودة إلى عدن والتحرك من العاصمة. ولذلك هذه الحكومة حقيقة هي المسؤول الأول ولا نعد عليها، ولكن المعول حقيقة هو على قيادة الشرعية بقيادة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وقيادة التحالف العربي في الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين التزموا التزاما سياسيا وأدبيا وأخلاقيا وأمنيا بتنفيذ اتفاق الرياض والتفريق ما وصلوا إليه من اتفاق الرياض ووقع تحت رعايتهم وضمانتهم. نحن حقيقة كشعب يمني نتساءل لماذا الصمت لم يطبق اتفاق الرياض حتى الآن، ولماذا هذه المهادنة مع هذه الميليشيات وداعميها لتدمير عدن تدميرا كاملا. كما ذكر الأخ العولقي يعني مستشار وزير الداخلية، يعني عندما تقارن بين المناطق التي تحت الدولة في عتق أو في حضرموت أو في المكلا أو في سيوون أو في الغيضة أو في غيرها من هذه المناطق، نجد أنها مناطق لا بأس بها في وضعنا الوضع الراهن، وضع حرب ووضع انقلاب ووضع مأساوي في اليمن، ولكنها لا زالت تعيش نوع من إعادة واستعادة الدولة بشكلها على الأقل بالحد الأدنى من الأمن والأمان الموجود في هذه المناطق والترتيب
لبناء قوات أمنية جديدة وقوات مختلطة تأتمر بأمر الوزراء وبأمر وتحت شعار الدستور اليمني والجمهورية اليمنية، بينما نجد في عدن ولحج أن هذه الميليشيات الانقلابية التي يقودها الانتقالي المدعوم إماراتيا حقيقة أنهم يدعموه في كل انفلات، سواء في عدن رأينا أنهم يتقطعوا لبعضهم البعض في الصبيحة مثلا في لحج، يتقطعوا لبعضهم البعض بالبطاقة الشخصية، وهذه مناطقية قبلية للأسف نتنة، وأيضا الآن في عدن وإعادة ترتيب ميليشياتهم تحت قيادات مختلفة ومسميات مخترعة لا أساس لها في القانون، سواء في قانون الحكومة أو قانون وزارة الداخلية على الإطلاق. وهذا التجاوز يثبت بأن حان الوقت للأشقاء في المملكة العربية السعودية الإيفاء بالتزاماتهم بفرض تطبيق اتفاق الرياض، لأنه المخرج الآمن الوحيد لاستعادة العاصمة عدن التي اختطفتها ميليشيات الانتقال الانقلابية، وهي لا تختلف إطلاقا عن الميليشيات الانقلابية للإرهابية في صنعاء التي اختطفت العاصمة الأساسية. هذه الميليشيتين يجب أن تواجه، ولا يفهموا إلا مواجهة القوة. ميليشيات الحوثي رفضت جميع مبادرات السلام ولن تصيغ للسلام إلا بالقوة، وأيضا ميليشيات عيدروس الزبيدي لن يأتي إلا بالضغط السياسي والضغط العسكري. أراد أنا أعتقد أن حان للأخ الرئيس أن يطلب من الأشقاء في المملكة العربية السعودية الإيفاء بالتزاماتهم والسماح لقوات الجيش الوطني بفرض الأمن في عدن. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد عمر بن هلابي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من كندا، شكرا لك. ويعود إلينا مرة أخرى ضيفنا الصحفي صلاح السقلدي. سيد صلاح مرحبا بك من جديد، وأتساءل هنا سيد صلاح، ما الهدف من خطوة مدير الأمن في عدن بدمج قوات رسمية تتبع بالأساس وزارة الداخلية إلى فصيل جديد خارج إطار اللائحة التنظيمية للوزارة؟ في البداية أنا أربع بالبداعات والكلام القبيح الذي سمعناه من الأخ بن هلابي، فهذا دائما الحزب الإصلاح كما تعودنا دائما، فهذا القرار مثل ما قلت لك أنه لم يتحدث قوات، هو لم يتحدث بأي كلام قبيح، هو يتحدث بوقائع على الأرض، وبالتالي يعني لم يخرج كلامه عن المألوف. لم يبقي على كل حال، على كل حال كل رحم الله كل من بطبعه، فنحن أمام قرار هو حاول أن يعيد ويجمع ما خلفته وهذه الشرعية من بداية العام. هذه الذي تسمى ميليشيات اليوم، الذي سميها بن هلابي ميليشيات، هي أساسا وحدات أمنية تم تشكيلها عند قبل ظهور المجلس الانتقالي من أساسه، وتم تشكيلها بقرارات جمهورية بقرارات دولة بن هلابي. لكن يا سيد صلاح، هنا أنا في سؤالي أتحدثت عن أن هذا الإجراء أتى خارج اللائحة التنظيمية في الأساس لوزارة الداخلية، لماذا يجرؤ مدير الأمن لتجاوز صلاحيات الوزير وأيضا الوزارة بشكل عام التي لديها لائحة واضحة؟ أولا أنا أستحي الدماغ وانتباه المسلمين، أن أمن عدن هو ممنوع عن كل المستحقات التي مفترض أن تأتي من هذه الوزارة، فالوزارة لها قرارات وعليها التزامات نحو مدراء المحافظات، فهذه الوزارة منعت كل المستحقات عن مدير الأمن، وبالتالي إذا كان هناك ما يقدر مدير الأمن أن ينفع ويسمع القرار الوزير، فمن الأولى بالوزير أن يؤدي حقوق هذه الإدارة داخل الأمن. تخيل أن هناك 10 مليون ريال فقط، 10 مليون، وهذا 10 مليون يتدبر عن مدير الأمن من عدة مرافق، وهذا الذي يسير المحافظة، فالمخططات ممنوعة عن هذا المحافظة، وبالتالي كان الأجدر بالوزير أن يقوم ويتلمس طالما قد أتى لعدن أن يقوم بنفسه وينزل إلى عدة مراكز وعدة أماكن للأمن، فهو على علاقة وثيقة وعلاقة وفيدة بمدير الأمن، وكليهما شخصيتان يحتويان باحترام لا بأس فيه ويتمتعان بخبرة أمنية وعسكرية، وبالتالي لا زال الأمل يحلون بأن هناك يكون تنسيق بين الرجلين بعيدا عن الحسابات الجهوية المناطقية الحزبية السياسية التي تأسف بنا اليوم جميعا. طيب سيد صلاح، يعني هنا سؤال أخير فقط، يعني في ظل حالة الانقسام الواضحة في العاصمة المؤقتة عدن فيما يتعلق بالملف الأمني، يعني نتساءل هنا برأيك ما هي الإجراءات التي من شأنها الحد من هذا الانفلات الحاصل والفلتان الأمني في المدينة والتي راح ضحيته المئات من المواطنين؟ أولا
فيما يتعلق بالمدير الامن والاداره فالتنسيق والتواصل يجب ان يكون. هذه هي خلينا سر النجاح الذي ممكن نراهن عليه. المحافظه بكل ما يقال عنها بانفلات امني، لكن انها بالاخير هي تشكل حاله افضل قياسا بالمحافظات الاخرى، فهي المحافظه الوحيده التي تواجه فيها كل النزاع، المحافظه الوحيده التي ياتي اليها كل المبعوثين الامميين والبعثات السياسيه والدبلوماسيه وكل حتى المنظمات الدوليه وحتى المنظمات الاغاثيه لا مقر لها ولا تامن في اي محافظه غير محافظه علنا، وبالتالي نحن امام حاله من الاستقرار النسبي الى حد كبير. يعود هذا للخطوات والاجراءات التي يتبعها بكل المآخذ بكل ما يوجد من سلبيات من تجاوزات من اخطاء المؤسسات الامنيه، فلابد ان نتذكر بالمقابل ان احنا ورثنا مؤسسه امنيه مؤسسه عسكريه بكل ما هي مدمرات كلها سحقها تماما في السنوات الماضيه، فما نراه اليوم هو عباره عن جهود من هنا وهناك محاولة الإنقاذ على قبل أن تدخل وفي إتون الفوضى وفي إتون الاحتراق وفي إتون العصابات. فكثير من الإنجازات حققت هذا القسمة الآن وحدث هذا الأمنية. طيب إذا سيد صلاح فقط أعتذر منك لأن الوقت داهمنا. الوقت داهمنا وأشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح سيد صلاح الصقلدي صحفي يمني. وأعود هنا بسؤال أخير وأيضا باختصار سيد عبد الرحيم أرجوك لأن الوقت داهمنا، يعني هو فيما يتعلق باتفاق الرياض وأيضا الشق الأمني متعثر منذ أكثر من عامين، ما هو الحل لضبط الأوضاع الأمنية في عدن برأيك؟ طبعا كما شرحت سابقا لا يمكن ان يكون هناك حل الا بحل الملف الامني، وهذا مسؤول عليه المملكه العربيه السعوديه. ما هو متعثر من 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 عامين يعني وانت متابع للوضع هناك. نعم نعم طبعا يمكن لو تذكر من فتره قلت لكم انا هذا الملف لا يمكن ان يتم حسمه الا اذا هناك كان قرار صارم من القياده السياسيه وعلى راسهم الرئيس عبد الرب المنصور، انما السعوديه هي التزمت الرئيس عبد الرب المنصور انه لابد من حسم هذا الملف، اليوم لنا عامين لم يحسم هذا الملف، اذا لم يحسم الملف وتكون هناك شراكه حقيقيه في العمليه الامنيه في عدن. هل تتوقع من الرجل ان يكون له قرارات صارمه في هذا سيد عبد الرحيم؟ والله المفروض ان يكون له قرار يعني طبعا انا يعني المفروض ان يكون له قرار والسعوديه تكون لها قرار، لان اي تاخر في هذا الملف الامني في عدن نعم. فهو سيسيء الوضع سوءا ثم سوءا ثم سوءا، وهذا الخسران هم ابناء عدن ثم اسقاط الدوله وهيبه الدوله. ستاتي بهذا الشكل عندما تاتي الميليشيات ولن يكون هناك استجابه للقرارات ويكون هناك من يسهل لها الامور علشان ان تبقى بهذا الشكل. نعم وضحت الصوره. اشكرك اشكرك جزيل الشكر السيد عبد الرحيم العولقي الوقت داهمنا مستشار وزير الداخليه، شكرا جزيلا لك والشكر ايضا لجميع ضيوفي ولكم انتم مشاهدينا على حسن الاصغاء والمتابعه. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقه الزميل راضي صبيح وهي من جميع افراد طاقم العمل. حتى الملتقى في امان الله.